دلوقتي انا هتكلم عن دكتور رادو عاشور، بس مش هتكلم عليها من ناحية الروائية، ولكن هتكلم عليها من ناحية الأستاذة الجامعية. يعني في المقام الأول، التأثير الرئيسي اللي كان ليها بالنسبة لطلبة كتير زيي، انه انا بمثل شريحة كبيرة جدا من الطلاب كان عندهم مشكلة بالنسبة للثقافة العربية، او علاقتهم بالثقافة العربية كانت علاقة، يعني علاقة عابر سبيل، يمكن مش علاقة وثيقة. نقرأ كويس جدا في الأدب الإنجليزي، ولكن علاقتنا بالثقافة العربية هامشية جدا. فهي كانت باب رئيسي والمدخل رئيسي بالنسبة للثقافة العربية، إنه لأول مرة ابتدينا نتعرف على الثقافة العربية، ولكن ابتدينا نتعامل مع العمل الفني، أو نتعامل مع العمل الأدبي في الأدب العربي كقطعة نحت أو ككائن حي. ابتدينا إن احنا نستكشف فيه جوانب متعددة، ابتدينا ان احنا نبص له بشكل مختلف، مش مجرد كشيء مفروض علينا، مش مجرد حاجة يعني احنا مضطرين ان احنا نعرفها. فده يعني من وقت مادتنا دكتور رد ولحد مرت سنين، يعني انا تخرجت 2006 وبعدين كنت معاها في السنة التمهيدية، دلوقتي 2014. يعني لو قست قد ايه انا علاقتي بالثقافة العربية من وقتها لحد دلوقتي، هلاقي نفسي قطعت شوط كبير جدا بسبب الابواب اللي هي فتحتها. وهي نفسها كانت بتقول انه انا مهمتي في المقام الاول انه انا بفتح ابواب. يعني